الإخوان المشاهدين، أخواتي المشاهدات، إخوان السائقين، أخواتي السائقات، تحية لكم جميعا أينما كنتم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الإخوان المتتبعي قناة مناظر بلادي، غتشوفوا معايا في هذا المقطع هذا طريق ما بين جماعة الروادي، طريق الساحلي ما بين الحسيمة والجبهة. غنمشيو الإخوان مع الطريق هذه حتى الدورة ديال شاطئ كالاريس. هذاك المدار الإخوان كاين الطريق اللي كتديكم لترقيس، الطريق اللي كتهبطكم اللي على اليمين شاطئ كالاريس، والطريق اللي كتكملوا بها الجبهة. غادي نمشيو الإخوان مع الطريق هذه، ونتمنى من الإخوان السائقين اللي كيديروا الطريق هذه باش يردوا البال ديالهم الإخوان من هاد الطريق هذه في هاد الوقت هذه اللي كتكون الحرارة شوية. أنا جيت في الأواخر هنا الإخوان تقريبا نهار 18 في شهر 4 2024، كانت الأجواء شوية بدا كيكون يسخن الحال، بدا كيدخل الوقت ديال الصيف، وكتكون الإخوان الطريق فيها بعض الحيوان، بعض الزواحف الإخوان بحال السلحفات. الإخوان يردوا البالها في هذه المنطقة هذه بالأخص، من كتقربوا لهنايا لجماعة الروادي كاينين السلحفات بزاف كيخرجوا هنايا على الطريق، كيكونوا قاطعين مع الطريق مع القدرون. نتمنى باش الإخوان السائقين يردوا البال منهم شوية وباش ما يقتلوهمش، راه كيكونوا قاطعين ما فيها باس. إذا لقيتهم قاطعين إما روغوا عليهم ووقف، واحد من السائقين يوقف ويحيدهم من الطريق. راه واحد الحيوان يعني ما بيش الاخوان هذاك السلحفات، راه الناس اللي كيعرفوها شنو الدور ديالها، راه هي ديما كتقتل الاخوان، ديما الحشرات السامه كتقتلهم، وكيكونوا الاخوان قاطعين مع الطريق. ونتمنوا باش السائقين يردوا البال، راه يقدروا يلقاهم بالليل بالنهار، بالاخص بالنهار الاخوان. انا كنكون دايز دابا مع الطريق هذه كيبانوا ليا قاطعين وما فيها باس. غتشوفوا معايا واحد اللقطه منه، لقيت واحد السلحفات في الوسط ديال الطريق، وقفت الاخوان حتى هزيتها وحيدتها من الطريق، تقطعتها الطريق. ونتمنوا السلامه للجميع، ما فيها باس الاخوان السائقين يردوا البال ونقصوا شويه من السرعه، لانه ملي كيكون غادي بالسرعه راه ما تبانش ليه هي معاك، كتكون داير اللون ديالها بحال شكل ديال القدرون، ما كتكون قاطعه ولا شي حاجه باش ما يدوزش فوق منها يهر مسكينه كيقتلوهم تما. شحال من واحدين كيكون دايز عليهم بعض الشاحنات، والاخوان سايخر ردوا البال. كاينين هاد السلحفات موجودين في هاد الطريق هادي في هاد البلاصه، بالاخص هنايا في هاد النواحي ديال جماعه الروادي، وطريق السلامه للجميع. وتحيه لكم جميعا، وما تنساوش تدعمونا باشتراك في القناه الاخوان، وتفعلوا الجرس باش ديما يوصلكم جديد، وما تنساوش الاعجاب بالقناه ومشاركه القناه فضلا وليس امرا. كما كتشوفوا معنا هذه هي جماعه الروادي، هنايا اللي في الطريق ديال الجبهه اللي كتخرجوا من الحسيمه، وكتشدوا الطريق الساحلية ديال الجبهة، كتلقاو ديال جماعة الروادي هنايا، ومنها كتكملوا الطريق ديالكم للجبهة. طريق سلام للجميع، وخليكم مسافرين، خليكم شادين معايا الطريق حتى النهاية، فرجة ممتعة. الإخوان هاد جماعة الروادي فيها واحد السوق، سوق قديم تيقول لي سوق حد ديال الروادي، وكتواجد على الطريق الوطنية رقم 16، وقريب لها كذلك الإخوان المنتزه الوطني للحسيمة، قريب هنا لجماعة الروادي أو لما يسمى الحد الروادي. طريق سلامة للجميع. Thank you.
هنا الاخوان المشاهدين غتشوفوا معايا واحد السلحفات ها هي في وسط الطريق الاخوان في وسط الطريق اضطريت باش نوقف ونحاول نحيدها من الطريق باش ما تاداش انتم الاخوان هي ملي كتسمع الصوت ما كتحركش معايا كتمشي بشويه انا وقفت هنا هزيتها حيدتها من الطريق قطعتها للجال الاخرى اللي من له وعاد كملت الطريق الاخوان ونتمنى من جميع السائقين باش يديروا نفس المبادره الا لقيتوها في الطريق بحال هكا في الجنب ولا قاطعه ما فيها باس وقفوا وزه قطعها وكمل الطريق ديالك وطريق السلامه للجميع.
الإخوان المشاهدين، إلى هنا انتهى هذا المقطع. ريخ سلامة للجميع. الإخوان ملي كتوصلوا هذا المدار هذا كتلقاو الطريق اللي كديكم الكلاريس، والطريق اللي على اليسار كديكم الترقيست، والطريق وهذا الطريق هذه الطريق الوطني رقم 16 اللي كديكم الجبهة وكتخرجكم حتى لتطوان. واللي درتو الجهة اتجاه ديال الكلاريس راه كاين واحد الفيلاج تما ديال طوريس اللي كتواجد به واحد القلعة في الجبل اللي كتسمى قلعة الطوريس.